صباح النور عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ بخير؟ اخباركم؟ كي جاكم نهار تاني ديال رمضان؟ ما شاء الله، الصراحه الحمد لله وتبارك الله. هاد الجو اللي كاين حنايا عندنا، هي شتي ورقيقه كطيح حنايا، ولكن الجو صراحه زوين. ديما غادي نبداو عند واحد الكيكه ديال طرطه ديال عيد الميلاد ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنشارككم المقادير اللي خدامكم هنايا، هي ديال كونتيتي كبيره، ولكن بالنسبه لكم غنقول لكم مقادير ديال بيضه واحده باش تجيكم سهله، يعني اللي عنده بيضه واحده يديرها، اللي عنده جوج يديرهم، المهم على حسب الامكانيه، على حسب اللي موجود. بسم الله على بركه الله. غنكون مقادير، غادي نتوما بيضه واحده، نص كاس سنيده، واحد رشه الملح، واحد لافاني، قشور الحامضه، نص كاس حليب، نص كاس الزيت. نضربوا هاد العناصر بعضها مزيان على بعضياتها، ثم غادي نزيدو كاس ديال الكوك، كاس نص كاس ديال الكوك مطحون، نص كاس ديال اللوز مطحون، وكاس ونص طحين، وجوج معلقات كونفيتير، وثلاثة المعالق ديال الماء. بالنسبه للنواشف كنخلطوهم بعدهم عاد كندير عليهم السائل طحناه. دابا انا درت هاد المقادير، يعني انا ما درتش بعد المقادير اللي قلت لكم ديال بيضه وحده، دابا انا غندير المقادير على 4 المرات صافي. اوي بامو اسيموس اون طارطه دي كومبليانيوس انتون سي بامو اسير اون ويبو ميديو باسو دي السكر بوكيتو دي سال اون فانيا كاسكارا دي ليمون ميديو باسو دي ليتشي ميديو باسو دي سيتي después mezclamos todo después medio vaso de coco y medio vaso de almendra todo molido coco y almendra molidos un vaso y medio de harina 2 cucharadas de mermelada 3 cucharadas de agua mezclamos todos al final una cuchara de levadura así se mezcla con los levaduras al final con una cucharada grande de la mermelada deliciosa. أورا بامو مسكلا طودو، دابا نخلطو كلشي، نديرو الملحة، القشور ديال السيتخون، البيض، شوية ديال الزهر، جوج كيسان ديال السكر. دابا نخلطو هاد العصرية اللولى، من بعد كنكب جوج كيسان ديال الحليب من الفوق، لأن عندي الكونتيتي ديال 4 البيضات، وجوج كيسان الأخر ديال الزيت. واللوز والكوك الاخير كيتخلط معاهم مزيان صافي. كنضيف الكونفيتير صد المعلق وصد المعلق كذلك ديال الماء صافي. دابا غادي نكبو الخليط في اناء، شوف كيف الكون مزيان. بسم الله بسم الله. بالنسبه للخليط قلت لكم على بيضه واحده كندير فيها كاس ونص ديال الطحين، بيضه واحده كاس ونص ديال الطحين. بسم الله، جوج بيضه واحده كاس ونصف ونصف. انا غادي نضربها في 4 لان عندي المقادير كبار. بالنسبه للخميره الحلوه تكون وحده كبيره على حساب بيضه، انا غنديرو 4 انا لان عندي 4 ديال البيضات، واحد جوج ثلاثه 4 صافي. دابا غادي نحركو الخليط، تنحركو ونطلقو صافي. هنا الخليط كملتو، دابا غادي نخفف لاطا ديال الفرن. بسم الله،
بالنسبه لهاد المول هذا اللي كتشوفوه في الاخضر، هذاك راه ديال مقادير بيضه واحده، هذا اللي هنايا. نساليو التلحيسه ديال البانيو، دابا غادي نقادو الخليط باش يوصل، باش يتخرج المستويات كاملين. المهم كنحاول انا نوزي العجين باش يكون كلشي متقاد في الوسط ولا الجوانب ديالو. صافي دابا ديال الفرن. بالنسبه للسيروم، عندنا كاس السكر، كاس فونس دما، وحامضه محكوكه والقشور ديالها، واحد الفاني. انا غادي ندير هنايا واحد الفاني، ما عنديش الفاني ساشي، عندي هذه. وغادي نحطهم فوق فوسط الكاسرونه حتى يغلو، ملي يغلو عاد نحسبو 10 دقائق. اورا بريبار نص السيروم بارا الكيكه، باصو ديال السكر، باسو إميليو دي أول، كاسكرا دي ليمون، كاسكرا دي ليمون، إي دوس غوطاس دي أو دي أروما دي فانيليا. كواندو تودو إربيل يا كونتاموس دي مينوتوس إي باراموس الفويغو. دابا ملي بدا كيغلى عاد كنحسبو 10 دقائق، راه كنت طامو دي مينوتو. صافي انا خرجت دابا الكيكه ديالتي انا وهذا، وخرجت الكيكه ديال الطاطا ديال العجينه ديال عند واحد السيده اسبانيه. دابا السيلو اللي كنا دخلنا 10 دقائق ها هو ده صفيناه، دابا غادي نسقيو الطاطا. بسم الله. طبعا مزيان بالاخص الجوانب، لان باش كتكون شي لاطه طويله ولا مستطيله صراحه الجوانب ديالها هما اللي كتبغي الوالو. دابا غادي ندوزو نوجدو الكريمه ديال الطارطة. الكريمه فيها جوج مراحل، المرحله الاولى اللي هي في الكاسرونه كنديرو فيها جوج معالق كبار ديال الزبده، جوج قشور ديال الحامضات، والعصير ديال نص كاس ديال عصير حامض. نخليهم فوق النار حتى يغليو، نحيدوهم ونصفيهم ونخليهم جانبا. بالنسبه للمرحله الثانيه ديال الكريمه هي هذه، كناخذ جبانيه كندير فيها جوج بيضات، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال العنب سكر كلاصي، وشويه ديال الملحه، والساشي ديال الفاني اللي انا درت غير روح الفاني، ما عنديش الساشي، ومعلقه عامه ديال المايزينا. دابا غادي نحركهم بالميكسور مزيان، تنحركهم بالميكسور هذاك الساعات، نضيفوا عليهم الخليط الاول اللي كنا صفيناه ونديروه في الثلاجه. طارطة والكريمه يباتوا في الثلاجه ضروري 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 مؤكد. الصباح كتكون الكريمه مع فيها مايزينا وفيها كلشي مخلط، والبيض كتكون جمدت لكم، غتضربوها بالميكسور مزيان، اولا طربتها كترجع كريمه، عاد كتزوقوا فيها كتبقى تزين اختياري. دابا غدا ان شاء الله انا عاد نزوقها. صافي الكيكه ديالتي وجدات، درت لها لاباتي سكر من هنايا وهنايا، درت لها الكريمه ودرت شي شويه كدير لكم انا سائله. دابا غنديرها في الثلاجه باش تبات في الثلاجه. صافي دابا هكدا كنكمل الفيديو، نتمنى يعجبكم حسن الرضا ديالكم، نتمنى الدعوة ودير لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. فضلا وليس امرا، الى الملتقى ان شاء الله في امان الله.